كان غالي عندي الصراحه، بحب اي حاجه من بيت عم حمد. طب بقول لك ايه، انا بكره هكون اجازه، ما تيجي نتقابل ونخرج؟ نخرج؟ اه خلاص ماشي، هقابلك. ماشي بيتي يا جنة، سمعت اللي كان فيه تلات اخوات بنات عايزين يقتلوا اخوهم عشان كان عايز يتجوز؟ وقبل ما يقتلوه شرحوه وحطوه في اكياس. حابة، انا حياتي بدأت من جديد من ساعة لما عرفت. وانا بحبك قوي بجد، مش مصدقة ان ربنا عوضني بيه. ربنا يخليكي ليا يا رب. بس انا موعد ابويا ان انا مش همشي غلط. عيب اللي بتقولي ده يا رحاب، وفين المشي الغلط اللي احنا ماشيينه ده؟ ان احنا نبقى ماشيين مع بعض من غير جواز ده غلط. احنا لازم نتجوز يا وليد. نتجوز؟ ايه يا وليد، قلت حاجة غلط؟ لا ما قلتيش حاجة غلط ولا غلط ولا حاجة. المشكلة مشكلة ايه يا وليد؟ مشكلة في اخواتي.